طلاب عادي، بس تنسون تكون حضوركم بالصف، يعني المدرسين ايش مره اقول لكم ما مثبت اسمه ليه بس كتبوه بالصف. هذا اللي وجدت مثل ما تشوفون برامج سهلة يعني ما بيها سوى برامج تقوم بتأني تكتب لي برنامج لإدخال أي عدد، أي عدد، أي رقم، then determine if the number is even or odd. بعدها يعني وضح لي بين البرنامج شنو زوجي له العدد، العفو زوجي له وفردي، هذا الرقم اللي راح ادخله دخلت 3 دخلت 4 دخلت 100 ايش فيه هذا الرقم زوجي وفردي. سوليوشن طبعا ام بوت اكس او مره يعني كان باستخدام مستخدمه احد يعادل ام بوت او بوت اكس الاكس طلاب تعرفون الرقم الزوجي ايش فيه يقبل القسم على 2 بدون باقي صحيح؟ طلاب تسمعني يعني؟ اللي الرقم الزوجي ايش فيه يقبل القسم على 2 بدون باقي صحيح؟ اي نعم ست اكيد والفردي يبقى باقي، فلهذا نقدر نعرف الزوجي من الفردي. فاقول له انبوت اكس دخلي في العدد اف الاكس على 2 اذا قسمت هذا الاكس خلينا نقول انا دخلت 10 10 تقسيم 2 5 يعني ماكو باقي راح يساوي هاي الانتجر اي اي انت يعني انتجر انتجر الاكس على 2 يعني 10 تقسيم 5 اكس ايفن الرقم هذا زوجي وقفل اكس خلي 11 11 على 2 يبقى باقي لا يساوي لا لا يساوي هاي بالكوك بيسك لا يساوي معناته انتجر الاكس 2 يعني اذا ما صار انتجر عدد يعني هسه 11 تقسيم 2 يبقى باقي 11 تقسيم 2 5.5 فمعناته ما يساوي الانتجر يعني هو مو انتجر then print x is odd اطبع هذا الرقم نقدر نكتبه بهذه الطريقة نقدر يعني لو هذا نكتب هذا البرنامج او هذا اور تشوفون هذا غير يعني غير طريقه الكتاب للبرنامج. انبوت اكس هم اقول له انبوت اكس. اف الاكس مود ال 2 يساوي صفر تدخل المود قلنا هو باقي القسمه المود المود قلنا هو باقي القسمه الى باقي اف الاكس مود 2 يساوي صفر الى باقي معناه هذا رقم ايش فيه؟ زوجي وإف X مود 2 لا يساوي الصفر لا يساوي يعني إذا بقى باقي then print X is odd then print X is odd زين خلينا نشوف نكتب هذا البرنامج ونشوف ايش يطلع لنا هذا وين راح اخذه؟ واقول له best run start يقول لي دخل لي قيمة خلي أقول له الخمسة ايش كتب؟ خمسة is odd خمسة is odd زين خل عيد وأقول له مثلا 100 enter x is even x is even شوف هذا البرنامج لمعرفة العدد إذا أو فردي اللي هاي
run كل يدخل لي قيمة ال x هلا أقول له ال x تساوي 70 مثلا إيش في x is even يقول لي ال x زوجي إذا أقول له مثلا أقول له 35 x is odd x is odd يعني 35 إيش في فردي فردي شوف هذا الفلو شارت طلاب start مثل ما قلت لكم يعازل اف دي يعازل مهم start input x ندخلها بهذا الشكل شو هو منحرف وبهذا الشكل المعيني اللي هو قلنا نسميه مثل يعني مال قرار يعني اف x على 2 يساوي integer x على 2 اذا يساوي الانتجر ايش بي ال x is even واذا نو اطبع لي ال x is odd اخير شيء طبعا هنا طلاب المفروض اكو شكل بيضوي العفو مثل هذا input x يعني يقول لك print واخير شيء end هاي end المفروض شكل بيضوي مو هيك شيء end يعني تخلي شكل end فهذا البرنامج طلاب عرفنا به اذا شنو الاكس اللي ندخلها عدد زوجي او فردي عدد زوجي او فردي شوف هذا البرنامج اخر يقول write a program to input any number then determine if the number is integer or not شنو يعني integer يعني الرقم صحيح رقم صحيح يعني مثلا اكو ارقام تعرفون ارقام صحيحه مثلا 3 4 5 واكو ارقام لا اكو ارقام لا شبيه مثلا 3.3 5.6 مثلا هاي ارقام مو فيقول لي هذا البرنامج على مود اعرف به الرقم اذا كان انتجر اور نوت كان صحيح او لا انبوت اكس انبوت اكس اول شيء اقول له انبوت اكس اف الاكس يساوي لا اف الاكس الاكس انتجر يعني نفس العدد الصحيح هي مثل هاي اي انت يعني انتجر هاي انتجر اختصار للانتجر then print x is integer مثل x انتجر واذا لا في الاكس لا يساوي الانتجر يعني اذا دخلت مثلا قلت له مو 3.3 هو رقم مو انتجر ليس عدد صحيح وانما خلينا نقول 20 لان print x is not integer اطبع لي يقول لي x not integer عدد غير صحيح هذا كله اخر البرنامج ايش راح اقول له copy هنا paste اقول له run شوف راح ادخل له طلاب اقول له مثلا 3 مثلا افرض ادخل له هذا رقم كبير 17.4 شوف x is not integer x غير integer يعني هو مو رقم صحيح هو وانما رقم 20 اذا قلنا no run start هلا اقول له 44 x is integer هي عدد صحيح صحيح طلاب هذا برنامج اخر شيء يقول تشوفوا ال f زين ايش قد بيها تطبيقات اللي هو قلنا احد اعزازات الكنترول f زين لانه يعني تمكننا من ادخل اكثر من شرط بنفس الوقت write a program that read اللي يقرا
five forces, خمس قوى in point with angle to x axis. تذكرون طلابكم مرة أخذنا سؤال بالبداية اللي هو شنو؟ كانت القوة قوة واحدة سقطت بصورة مائلة على محور الـ x axis. على محور الـ x axis. هالمرة شنو؟ يقول خمس قوة. خمس قوة سقطت بصورة شنو؟ وين الـ x axis مائلة. وكمبيوت يقول لي واحسب لي المحصلة مال هاي القوة بالاكس وبالواي. يعني تعرفون القوة المائلة لما تسقط بزاوية معينة لازم تتحلل لها مركبتين الأفقية والعمودية. الأفقية والعمودية. الأفقية اللي هي الهوريزونتال والعمودية اللي هي الفيرتيكال. ويقول لي احسب لي المحصلة if you know that الـ r تساوي تحت الجذر r x تربيع زائد r y تربيع. r x تربيع زائد r y تربيع. محصلة هو طلاب الـ R تساوي تحت الجذر R A تربيع زائد الـ R Y تربيع. سوليوشن طبعا الـ I تساوي الـ I تساوي واحد. شنو قصده؟ لأن أنا دخلت خمس قوى. طلاب محصلة القوى تساوي r x تربيع زائد شنو؟ r y تربيع تحت الجذر طبعا انتبهوا. يعني هاي القوة الأفقية وهاي سوليوشن. الـ i يساوي واحد. الـ i الـ i مال الخمس قوى العداد. 10 ريد الـ f فارسة. هاي شنو طلاب؟ تي اتش هاي ثيتا. ثيتا يعني الزاوية اللي سقطت فيها شنو؟ القوة. الزاوية اللي سقطت فيها القوة. ار اكس الار اكس طلاب هاي القوة الأفقية العفو. طلاب ايش هذا؟ يشبه هذا الخفض كان اخذناه هذا فورس وعندنا قوه هم دلنا ثيتا تساوي هاي ثيتا حولناها القياس الدائري وهاي القوه الافقيه وهاي القوه العموديه نفس الشيء. فالـ i يساوي واحد ريد الـ f يراني طبعا قيمة الـ f اللي هي الفورس كل قوة والزاوية مالتها. الـ i يساوي f في كوساين الثيتا. شوف طلاب الزاوية لازم نحولها للقياس الدائري نضربها في 3.14 مقسمة على 180. هاي المحصلة شنو؟ الأفقية
والعمودية RY تساوي F في ساين، طبعاً الأفقية بها كوساين والعمودية بها ساين. الثيتا لازم نحولها لقياس الدائري اللي هو شنو؟ نضربها في باي ونقسمها على 180. الاس 1 السميشن الاول اللي هو يقول لي شنو؟ محصلة القوى. الاس 1 انت عندك اكثر من قوة، انت عندك خمس قوى، يعني خمس مركبات افقية وبنفس الوقت خمس مركبات عمودية. اس 1 يساوي اس 1 زائد الاي اكس، والاس 2 S2 زائد الـ RY. الـ I يساوي I زائد 1. الـ I يساوي أصغر أو يساوي 5 دين 10. إف الـ I أصغر أو يساوي 5 دين 10. 10 ليش يرجع لخطوة 10؟ يرجع يراهن من جديد، لازم يصير عندنا 5 قوى. الآر يساوي المعادلة، لأن يقول لي احسب لي المحصلة مال هاي القوى الأفقية والعمودية المحصلة النهائية. طلاب سكوير روت ما أريد يعني انتبهت عليكم بالكويز، يعني مجاوبين كاتبين هذا بالبرنامج، كاتبين هذا بالبرنامج ما ينكتب بهالصيغة، لازم تكتبوه بطريقة برمجية، تكتبوه بطريقة برمجية، يعني هذا تكتبوه بالرياضيات. بينما شلون تكتبوه بالبرمجة؟ سكوير تكتبوه باستخدام الدوالب المكتبية SQR. SQR اللي هي اختصار للجذر التربيعي. سكوير روت قوسين تفتحوها. S1 تربيع، ما تكتب S1 تربيع مثل هاي طبعاً مثل ما أنا كاتبها، يعني التربيع فوق لا. S1 تربيع زائد S2 تربيع ينكتب بهالصيغة، ينكتب بهالطريقة البرمجية. غلط تكتبوه هيج، غلط تكتبوه هيج، هذا بالرياضيات، بس بالبرمجة لا، ينكتب بهالطريقة. سكوير روت S1 تربيع زائد S2 تربيع. برنت برنت أنا شريد ال S1 وال S2 وهاي المركبة اللي هي الـ R اللي هي resultant. resultant يعني النتيجة. الداتا طلاب ما دام إعازة read read read، بس أرجع عليها read، لازم يا إعاز شنو؟ داتا داتا أعطي الداتا. داتا ما تشي تقول القوة الأولى 50 وياها الزاوية مالتها 30، القوة الثانية 70 والزاوية 45، القوة الثالثة 60 والزاوية 90، القوة الرابعة 80 والزاوية 180، القوة الخامسة 50 والزاوية 270. واجي هذا البرنامج كوبي كوبي، واخير شيء شنو؟ هنا اسوي له رأسا بيست. هاي الداتا موجودة، ناقص ثواني هنا وخليه شيء انتر.
صوت المايك مشدود. وطلعوا هاي المثال حسبنا اللي يشيل هنا نفذناه هنا نفذناه يعني طلاب عيني صوتي واضح؟ أي صوت واضح؟ عيني سوينا هذا المثال حسبنا به شنو؟ محصلة خمس قوى سقطت بصورة مائلة سقطت بصورة مائلة باستخدام إعاز الـ read data statement وإعاز الـ FDN FDN كل قوة شوف انت بالطلاب كل قوة الزاوية مالتها والزاوية مالتها 70 والزاوية مالتها 60 والزاوية مالتها وحولنا شنو الزاوية لقياس الدائري نضربها في 3.14 ونقسم على 100 اللي هي باي ونقسم على 180 واخر شيء من نطبع طلاب هنا كنا اكتبها بصوره برمجيه يعني ما اجي اكتبها هنا شوف ما اجي اكتبها راسا بالبرنامج هيجي غلط غلط ايش نكتبها سكوير روت هذا الجذر ما هو البرنامج هو بيسك نستخدم الداله المكتبيه اس كيو ار سكوير روت الما اس 1 تربيع زائد اس 2 تربيع والاخير شيء يجي يطبع الاس 1 اس 2 ار والداتا تنسونها لان دائما ويا نريد نستخدم داتا شوف هذا البرنامج طلاب برنامج اخر طبعا اعازات الاف دي ان هوايه رايت رايت بروجرام رايت بروجرام تو شنو كومبيوت اي فاليو اي فاليو هاي الاي فاليو شو تساوي؟ جذر الاي يساوي من الاكس يساوي واحد للعشرة اكس تربيع هذا ابسوليوت طلاب هاي ابسوليوت اكس تربيع ناقصا ثلاثة اكس على اكس زائد كوساين تقريب الاكس شلون نكتب؟ الى الاكس انتبهوا الاي تحت الجذر أقول له بالبداية x يساوي واحد ليش x يساوي واحد طلاب انتبهوا هنا عندي من ال x يساوي واحد لل x يساوي عشرة x يساوي واحد x يساوي x يساوي واحد s يساوي هذا رمز الصفر على مود أرجع له تجون تكتبوه عشرة أو خمسة ما فرق S يساوي S S القديمة تقدرون هنا تكتبون هم S يساوي صفر بالبداية يعني خطوة إضافية وإذا ما تكتبوها هو تلقائيا راح ناخذها S يساوي صفر S يساوي S زائد الأبسوليوت طلاب هذا شلون أكتبه؟ هذا الحد شلون أكتبه؟ أبسوليوت تعرفون نكتبها باستخدام ABS ABS يعني absolute اختصار مو تكتبون نفسه بالبرمجة لا نكتبه بصيغة برمجية ABS المن للإكس تربيع البسط انتبهوا على قواس إكس تربيع شلون نكتبها؟ إكس أس 2 اللي هي يعني إكس اللي هي العلامة 8 ناقصا 3 في الإكس هذا البسط خلوه بين قواس البسط خلوه بين اقواس ومقام مقام شو يساوي؟ اكس زائد كوساين هاي الزاويه هي ما دام كوساين يعني هاي الزاويه شو نسويها؟ نحولها لقياس الدائري نضربها في باي نقسم على 180 فراح تكون اكس زائد كوساين الاكس في النسبة الثابتة على 180 تكعيب تكعيب انتبهوا هاي تكعيب كوساين تكعيب
بعدين قلنا الاكس يساوي اكس زائد واحد، يزداد مقدار واحد. من جبتين؟ من هذا سميشن. الاكس يساوي واحد الى الاكس يساوي عشرة. اف الاكس اصغر او يساوي العشرة، انت اوصل لحد العشرة. يعني منها انت اوصل لحد العشرة واوضف. زين عشرة. يرجع لي يكرر هاي العملية من جديد. يرجع لي اف زين باستخدام الاف زين. زين الاي يساوي اس تربيع. ليش طلاب الاسم؟ الاي يساوي اس تربيع. لان هنا الاي تحت الجذر. انا اريد بس الاي شو اسوي؟ اربع طرفين. اربع طرفين، فالاي يساوي شنو؟ اذا تربع طرفين هذا تربيع الجذر يروح. وهذا تربيع كله. يعني معناته تربيع. اس اللي بهاي الخطوه تربيع. فالاي يساوي اس تربيع برنت الاي، اللي هو هاي قيمه الاي. هسه كوبي ودي وين؟ للبرنامج. للبرنامج بيست انتر. هنا طلاب هاي الخطوه اس يساوي يقول ميسنج اخو في القوس ناقص. والله خلينا نشوف يا ابوي اذا خليت له قوس هنا. زين اخو في القوس ناقص جان انت ما يطلع على قواس. ستارت. ايش قطع قيمة الاي؟ 701 701.9138 701.9138 هاي قيمة شنو؟ الاي. الاي يعني حسبت قيمة، حسبت قيمة الاي بهذا البرنامج. اي منو؟ اي اللي هاي قيمتها هي السمشن. اعتقد هو الرياضيات ان شاء الله.